إذا عندكم إمكانية زرعوا له ولد شاب عمره 33 سنة ومتزوج وعنده ولد واحد وست أيتام وبرقبته، ولد أخته 2 ولد أخوه 4. موضوع آخر ولوكيشن آخر تحديداً في بغداد وتحديداً أكثر في الأعظمية. وصلتنا مناشدة من سيدة ابنها مصاب بفشل كلوي، يقوم بغسل كليتا مرتين أسبوعياً. ابنها هذا يعيل 4 أيتام إضافة إلى ابنه اللي عمره 5 سنوات. طبعاً هذا الشاب كان هو المعيل لهذه العائلة، واحنا نعرف يعني أهل الأعظمية وناسها الطيبين أكيد ما راح يتركون هذه العائلة تواجه مصير هذا الشاب لوحدهم. لذلك مناشدتنا اليوم موجهة إلى أهالي الأعظمية أولاً بأنه يشوفون حالة هذا الشاب يوسف، وبنفس الوقت احنا نتمنى من كل من عنده إمكانية وقادر أن يقدم شيء لهذه العائلة. الموضوع محتاجين هو زراعة كلى لهذا الشاب. أكيد التكافل الاجتماعي اليوم احنا بالعراق موجود وفي أعلى مستوياته، الناس تفزع لبعضها وهذا الشيء نعول عليه كثيرا. نتمنى من أي شخص متمكن وقادر أن يساعد هذه العائلة، يا ريت، لأن وضعهم صعب. الشاب هذا ده يغسل كليتا مرتين بالأسبوع، وهذا طبعا صعب، يمكن لشهر أو شهرين راح يكون مستحيل. لذلك هم محتاجين إلى زرع كلى، وتكاليف العملية أيضا صعبة عليهم، فناشدونا وتواصلوا ويانا. خلينا نشوف والدته تتحدث لنا. ناشد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وزير الصحة لأن يشوفون حالنا. أنا صار لي 4 سنين أعاني من ابني مريض، وأني زوجي متوفي، ولدي 2 متوفيين إلى رحمة الله، وصلنا 4 سنين عاني. أخي شي الدكتور قال لي صار عنده فشل كلوي، فإذا عندكم إمكانية زرعوا له ولد شاب عمره 33 سنة ومتزوج وعنده ولد واحد وست أيتام وبرقبته، ولد أخته 2 ولد أخوه 4. وأني أناشدكم أنتوا أهل المروة، إحنا ما هذا حالنا وهذا وضعنا، يعني ما عندنا إمكانية، مو ولد شاب يعني يروح من إيدي. فإذا مروتكم بعد، وهاي أناشدكم، وأني هسه من صارت الحالة من غسل اللي هسه أني أجيب وأخلي 1,000,000 فتحوا إيده ما اشتغل، تالي ردوا فتحوا له إيده الثانية، أخير شيء وهم ما اشتغل، قال لي بعد 40 يوم يلا اشتغل، شدوها برقبته، وهسه هو حاليا يغسل بالأسبوع مرتين بمستشفى النعمان. نام 4 بمدينة الطب، وبعدين حولونا على البقعة الجغرافية، قالوا يتحولين على مستشفى النعمان. وهسه أنا حاليا أغسل لأحد وأربعة. وأناشدكم أنتوا يا أهل الغيرة، يعني شوفوا حالنا وشوفوا وضعنا، إمكانيتنا ما تتحمل إحنا. يقولوا لي الزرع يعني يكلفك هواية، أنا متبرع ما يصير واحد من لا من أخته ولا من عمه ولا من خاله، على مود لصير جنة وراثية عندكم. فإذا أنا أناشدكم يا أهل الغيرة. كل شيء ما بي. عمر ابنه صار عمر ابنه 9 أشهر، ابني نام وقعد رأسا شفت هالعلاقة صار، ركضت بي ما خليت أطباء، والله ببغداد ما ركضت. أخير شيء راجعته بأربيل، أبو أربيل، بعدين نطاه كيمياوي، هاي الحباية الكيمياوية، قال لي بعد ما يصير حتى أطفال عنده تتوقفين من الأطفال. قلت له ما لازم أطفال، أنا أهم شيء هو صحته وعافيته وعنده ولد كلش كافي عليه. اي وبديت اعاني، يعني يا طبيب لا اروح له يقول لي زلال بالكلى زلال بالكلى، بعدين صارت الكبيبات يقول لي مدى الصفي بصوره صحيحه، احتمال يعني خليها بالك، احنا صار لنا 4 سنين، يعني الدكتور يقول لي يعني عفي عليكم ان انتم باقين لي هسه ما غاسلين، انتم شاطرين، هو 7 ملتزم باكله، هذا لو غيره واحد يعني بسنه زمان نغسل له احنا على هذا وضعه، بس انتم ما شاء الله يعني ملتزمين وبالاكل وبالشرب وبالمات، لا لحم لا بيض لا مشان هواي أشياء أكلت ما يأكلها خطية. هو 4 سنين عاني أنا، بعدين صار اللي صار وصار الفشل الكلوي وهذا وضعه وهذا حاله.